بالمركز الاول وبالميداليه الذهبيه الطالبه هدايه مسعود من مدرسه موزه بن بطل. في وزن 56 كيلوغرام فاز بالمركز الاول هاجر عبد الله من اتحاد الامارات من جوزيكو. يتفضل الاستاذ فهد علي بتقييم الطالبات الحاصلات على المراكز الاولى. فاز في الميداليه الذهبيه. محمد شيو اتاكيو شيو اتاكيو Хорошо. Работай! Делай! Делай!